مع نهاية سنة 2023 ستعزز منظومة النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء بخطين جديدين للترامواي. أشغال الخط الثالث والرابع لترامواي البيضاء انطلقت بالعاصمة الاقتصادية، ويتعلق الأمر بأشغال البنية التحتية والسكة الحديدية والطاقة والأنظمة. بالنسبة للخط الثالث والرابع للترامواي، بدينا المرحلة الثانية اللي كتهم البنية التحتية ووضع السكة الحديدية. المدة ديال هاد المرحلة هي تقريبا 8 أشهر، وخلال هذه المرحلة غنحافظوا على سيولة حركة السير وعلى ولوج ممرات الراجلين. مشروع الخط الثالث يمتد على طول 14 كيلومتر ويضم 20 محطة، وسيربط شارع إدريس الحارتي بمحطة الدار البيضاء الميناء عبر شارع محمد الخامس ودرب سلطان، فيما يمتد الخط الرابع على مسافة 12 كيلومتر ونصف ويضم 19 محطة، فيما سيربط المحطة الصناعية مولاي رشيد بساحة النصر وشارع رحال المسكيني عبر لالة مريم وسيدي عثمان. عندنا خطين جديدين ديال الترامواي لتي 3 و تي 4، وعندنا خطين جديدين للبسوي، الخط الاول والخط الثاني. فيما يخص المسارات، الخط الثالث ديال الترامواي لتي 3 غادي تربط ما بين محطه القطار البيضاء الميناء وشارع وحي السلميه مرورا بشارع محمد السادس، والخط الرابع لتي 4 غادي تربط ما بين حديقه الجامعه العربيه وحي التشارك مرورا بشارع ولاد زيان. دونك ملي تكملوا ان شاء الله هاد المشاريع، الدار البيضاء غادي يكون عندها 6 ديال الخطوط ديال النقل العمومي في المسارات الخاصه اللي هي متكامله، واللي هي بيناتها 12 نقطه ديال التواصل. الخطين الثالث والرابع للترامواي البيضاء سيدعمان قاعدة الشبكة من خلال تعزيز الخدمة في محورين رئيسيين بالعاصمة، وهما شارع ولاد زيان وشارع محمد السادس. مشروع هيكلي يمكن بفضل شبكته الكبيرة من فك العزلة عن ضواحي المدينة وضمان التنقل السلس للجميع وتسهيل السفر بمعايير حديثة.